سؤال من جمال بن بوزيد يقول السلام عليكم لماذا يكتفي العلماء المعاصرين بالتنظير دون عمل ميداني حقيقي لتجيش الشعوب وقول كلمة الحق ضد سلطان جائر والدفاع عن الحقوق المهضومة للشعوب المستضعفة بينما السلف كان كلامهم وسيفهم مرتفعان كل في موضعه هو طبعا ما كان السلف كلهم كذلك رحمة الله عليهم أجمعين والمواقف يعني شاهدة لكن بعد ذلك العلماء الان الحمد لله هناك من يجهرون بالحق، هناك من هو مطلوب بالانتربول وهناك من هو محكوم عليه بالاعدام وهناك من اضطر لترك بلده ويسيح في ارض الله وهناك من هو مطارد وهناك من لا يستطيع حجا ولا عمره والحمد لله هناك كثيرون وهناك ايضا من علماء الاسلام من كان رافعا لرايه الجهاد حتى قتل في سبيل الله الشيخ الدكتور عبد الله عزام عليه رحمه الله والشيخ الدكتور نزار ريان عليه رحمه الله الل الذي قصف في 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 غزه وما اريد ان أعدد الاسماء فذاك امر يطول وايضا المشايخ الذين يقومون بمشاريع دعويه او اعلاميه او, أو غيرها أه. هذا كله من العمل كله من وليس من التنظير وايضا يعني هناك من كثيرون خلف اسوار السجون وفي المعتقلات يعانون ما يعانون نسال الله ان يفك اسرهم وان يعجل فرجهم نعم, نعم.